هشام محمد من مدرسة صلاح الدين فيوتشر. وأنا نور الدين هشام فاضل من مدرسة صلاح الدين فيوتشر بن سويف. إحنا ليكم مشروع إنتاج مياه في الصحراء في مناطق ريفية بتعاني من غياب مصدر نظيف من المياه، ده بيؤدي الناس إلى الهجرة. زي ما إحنا عارفين المكان اللي مفهوش مياه معناه مفهوش حياة. وإحنا استوحينا من فكرة من حشرة، الحشرة دي بتعيش في الصحراء بتكثف المياه على جسمها عشان تحافظ على برودة جسمها. احنا هدفنا الاساسي ان احنا نوصل ميه نظيفه للمناطق اللي ما فيهاش ميه، مصدر نظيف من الميه زي المناطق الريفيه والمناطق اللي ما فيهاش ميه اصلا زي الصحراء. واستوحينا الفكره من حشرات بتعيش في الصحراء بتكثف الميه الموجوده في الهواء عن طريق بروده جسمها بعد الفجر وبتجمع قطرات الندى. فاحنا بنعمل نفس الفكره بس طول اليوم مش بعد الفجر بس، بان احنا بنستخدم موتور تبريد وخلايا شمسيه وقطع معدنية. القطع المعدنية بتثبت بدرجة 45 بحيث ان المية لما تتجمع عليها تتزحلق وتتجمع في تانك محطوط تحت، والموتور التبريد هو اللي بيسقع القطع المعدنية دي. فاحنا بالطريقة دي بنجمع كمية كبيرة من المية بنعملها في المدرسة. احنا جربنا الجهاز في المدرسة وطلع وكان درجة حرارة 25 و 50 مياه رطوبة. فطلعتنا نتيجة بعد 24 ساعة خلصنا 11 لتر فاصلة واحد. كده انتوا دخلتوا مسابقات ايه وايه؟ احنا دخلنا مسابقة ابن الهيثم واخدنا مركز اول. كانت مقامة فين؟ في بني سويف 2018.